أنا طبيب أخصائي استشاري في طب العيون وأشتغل في أحدى مستشفيات لندن. أنا المسؤول عن الأطباء المقيمين في مستشفيتنا وأعينهم على التدريب في العمليات الجراحية. أتممت شهادتي من جامعة مانشستر في إنجلترا وبدأت تدريبي في الجراحة العامة ثم الجراحة طب العيون المتخصص، وقد درست في مستشفيات عديدة منها لندن وكامبريدج، ولي أكثر من 15 عام في الخبرة في هذا المجال.